عجبك نيران؟ بسطت هلا؟ على شوي كنا رح نوقع بمصيبة كبيرة، بس الرجال يلي حضرتك ما بتوثق فيه هو اللي طلعنا منه. ما بيهمني أبدا، حتى إذا بده يروح يخبر عيلتك أنا ماني خايف منه. أنا بيهمني وبخاف كتير. تعرف منيح إنه ما فيني أتحمل إذا بيصيبك شي، ولا بتكون مبسوط لما بتعيشني بهالقلق وإني موت من خوفي عليك؟ يلا روح ميران، بترجعك لا تساوي شي خرب الصلح. لو سمحت ميران، حاول تهدى وما تساوي شي. أساسا نحن عن قريب رح نجتمع، بس هلأ روح منهم. ريان مشان الله، يلا روح ميران. يلا ميران روح. لا تخلي تهديدات عزيزة تخوفك يا عصلان، انت انقذت حياة ازاد. من اليوم ورايح اذا عزيزة حاولت تقرب عليك راح تلاقينا بوشها. شكرا نصوح بيك، انا بتمنى انه ما نقابلها مرة تانية، ما بدي يصير توتر. محل ما بتكون عزيزة مستحيل ما يصير توتر، وبالحقيقة اجتنا الفرصة لحتى نخلص من شر عزيزة، بس نحن وعم ناخد القرار عم نشك بالموضوع. هذا التصرف الصحيح يا جيهان، الإنسان لازم يشك شوي لحتى يقدر يحمي حاله، ليعرف مين عم يتقرب منه ومين يلي عم يتخبى بظله وعم يحاول يطعنه بظهره. مو هيك هزار بيك؟ بعتقد انه كلامك موجه لي، بس انا متفهمك منيح، لانه العداوة اللي بين هالعيلتين وكل هالمشاكل ما ريحتكم، بس انا ماني عدو اي حدا، وانا بكون فخور اني صير صديقكم، بس الصداقة موضوع ما بيصير بالقوة، بعرف هالشي. ما ضل حكي بعد الحكي اصلا بيك، المهم انه بحياتك ما تنسى هالشي. شبك لا تواخذني، انت ما لك علاقة بهالشي، بس نحن احترقنا كتير من قبل. عملتيها مرة تانية مزبوط اختي؟ ومبين انه نصوح اغا رح يقبل الصلح. شو في كمان حنيفة؟ صحيح، هداك الولد يلي انقذ حياة ازاد اصلا او ما بعرف شو قال، هو مصور صور لآل شاد اوغلو او هيك شي، انا ما فهمت بالضبط. هلأ فهمت يا اصلا، معناتها هديك مو اول مرة بيشوف ازاد. ايه اكيد قامت لقيامة بالقصر. لا مو لهالدرجة، بالبداية صار شوية بلبلة، ونصوح أغا كان رح يخنق الولد، بس أصلاً لما قال أنا أجيت لهون مشان دور على أهلي وفكرت أنه أنتو عائلتي، فجأة انطفت النار يلي شعلت، بس كأنه هزار بيك في عنده شك بأصلاً طول الوقت عم يطلع بالولد ويتزوره، وهذا اللي صار اليوم يا أختي. في حدا جاي؟ كان جاوزتها العاصفة يا أصلان. مو أنت حفيد عزيزي أصلان؟ بس نوقع على هالصلح بكرة منشوف شو رح يصير ومين رح يفوز. ايه عزيزي أصلان، أكيد عم تنتف شعرها هلأ من الغضب. برافو حنيفة. امتى بدي اشوف ابن اختي؟ امتى بدي عاني اصلا؟ امتى ما هو بده؟ يلا بخاطرك. في شي ما عم بقدر افهمه، خلت حفيدة يقوصني، بعدين اصلا هو اللي تحمل الذنب، وبعدين اجت لهون وطلبت الصلح. عود طبعا انا كمان بدي الصلح، بس شو رح يتغير هلا؟ وليش ساويت هالشي؟ يا ترى شو عم بتفكروا انكم تساووا؟ رح تقبلوا بالصلح؟ ايه رح نقبل بالصلح اكيد، مو هيك؟ ايه رح نقبل.